الميليشيات الإرهابية تقتاد ما يقارب 1000 مواطن من مدينة ترهونة إلى وجهة مجهولة. لقاءات مشبوهة تجمع الكبير بأردوغان والسفير التركي بمدير شركة الكهرباء بطرابلس. الرئاسة الفرنسية تصاعد من خلافاتها مع تركيا وتحملها مسؤولية تاريخية وجنائية بسبب تدخلاتها العسكرية في ليبيا. هذه نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. شنت مقاتلات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة عدة غارات استهدفت رتلا مسلحا للميليشيات جنوب غرب البلاد، كما استهدفت مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة مجموعات الحشد الميليشياوي المدعوم تركيا بثلاث ضربات جوية في كامبو 50 بالقرب من كوبرزدادة شرق مدينة مصراتة. بعد أن حذر الجيش الوطني في وقت سابق عن أن المنطقة الممتدة من وادي جارف إلى منطقة الوشكة غربا منطقة عمليات عسكرية حيث تعمل القوات المسلحة على مراقبة ومتابعة أي تحركات تقترب من المنطقة المعلن عنها، حيث يقوم سلاح الجو بطلعات استطلاع ورصد واستهداف أي تحركات وفق التحذيرات التي أعلن عنها، وعليه شنت مقاتلات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة عدة غارات استهدفت رتلا مسلحا للميليشيات جنوب غرب البلاد. وبحسب الإعلام الحربي فإن مقاتلات سلاح الجو استهدفت رتلا تابعا للميليشيات الإرهابية المدعومة من الغزاة الأتراك في الصحراء شرق الشويرف. وأوضح مصدر عسكري أن الرتل الذي تم استهدافه مكون من 32 آلية تم تدميرها بالكامل قرب الشويرف. كما استهدفت مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة مجموعات الحشد الميليشياوية المدعومة تركيا بثلاث ضربات جوية في كامبو 50 بالقرب من كوبرزدادة شرق مدينة مصراتة، فيما أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة جاهزة بكامل قواتها لمواجهة وصد أي تحركات مشبوهة. لقناة ليبيا الحدث، بوبكر العقيلي. أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن الألغام التي زرعتها في أحياء أو الألغام التي زرعت في أحياء جنوب طرابلس أسفرت عن أكثر من 100 قتيل وجريح، بينهم عدد كبير من المدنيين، وذلك منذ انتهاء المعارك على مشارف طرابلس بين الجيش الوطني وميليشيات حكومة صخيرات. ألغام زرعها الجنود الأتراك والميليشيات الإجرامية في منازل المدنيين جنوب العاصمة أودت بحياة العشرات من الآمنين ومنعت الكثير من العائلات إلى العودة لبيوتهم. سياسة اتبعتها الميليشيات لكي يبقى المرتزقة السوريون يصلون ويجولون في بيوت أهل المدينة، حيث أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن الألغام والعبوات الناسفة داخل مساكن المواطنين خلفت أكثر من 100 ضحية في صفوف المدنيين. الألغام التي تتواجد في أحياء جنوب طرابلس قام جنود أتراك وأتباعهم من الميليشيات بوضعها بعدما ظهرت صور للجنود الأتراك وهم يقومون بزرعها حتى يتمكن المرتزقة السوريون من المكوث في بيوت النازحين. إجرام الميليشيات دعاها لاستخدام هذه الألغام التي يحرم استعمالها في الحروب محاولة منها بعدم تقدم الجيش نحو العاصمة، ولكن بعد إعادة انتشار وحدات الجيش الوطني وإعادة تمركزها تركت هذه الميليشيات الألغام ولم تنتزعها، ليرجع المدنيين إلى بيوتهم ويلاقوا حتفهم، ولتقوم الميليشيات بنسب هذه الأفعال الإرهابية للجيش الوطني والجيش منها براء، ولتوفر مسكنا لمرتزقتها الذين يتربعون في بيوت المدنيين هناك. ما يقارب 1000 مختطف من أبناء مدينة ترهونة اقتادتهم الميليشيات الإرهابية إلى وجهة غير معلومة خلال الأشهر الماضية في سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الإرهابية، من بين المختطفين عميد جامعة الزيتونة بالمدينة والمسجل العام للجامعة. يستمر مسلسل تجاوزات الميليشيات ضد المواطنين الأبرياء، حيث قام عناصر من الميليشيات الإرهابية ومن خلال نقاط استيقاف متحركة لهم في مدينة ترهونة والمناطق المجاورة خلال الفترة الماضية بتنفيذ عمليات اختطاف موسعة على الهوية لعدد من أبناء مدينة ترهونة،
مصادرنا من داخل المدينة ذكرت أن عدد المختطفين من أبناء ترهون على يد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة في هذه الواقعة قارب 1000 مختطف، ولم يتم معرفة الأماكن التي احتجزوا فيها إلى الآن. عميد جامعة الزيتونة بترهون الدكتور عبد الفتاح المالطي ورفيقه الأستاذ أحمد مسعود المسجل العام للجامعة هم من بين المختطفين الذين لم يعرف مصيرهم إلى هذا اليوم، وقد تم اختطافهم أثناء مرورهم من مدينة سرت في نوفمبر الماضي من قبل ميليشيات مصراتة المسيطرة على المدينة آنذاك. مصير مجهول لأكثر من 900 مواطن من أبناء مدينة ترهونة اقتادتهم الميليشيات الإرهابية إلى وجهة غير معلومة، ولا معلومات عنهم حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي ترتع فيه هذه الجماعات الإرهابية والمرتزقة السوريين بالمنطقة الغربية وتطال جرائمهم وانتهاكاتهم حرمات الأهالي الآمنين دون رادع أو رقيب يوقفهم عند حدهم. أعلن حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية عن إعادة فتح الحقول وضخ النفط طواعية وبإرادتهم. الحراك وفي بيان له فوض القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب بفتح جسور التواصل مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا لبحث الحلول الرامية لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميليشيات. نؤكد على أن النفط لكل الليبيين، ومن حق الشعب الليبي الاستفادة من إيراداته لتحسين ظروفهم المعيشية والمادية قدما لإعمار البلاد. هكذا استهل حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية بيانهم، حيث أعلن الحراك عن إعادة فتح الحقول وضخ النفط طواعية وبإرادتهم، مفوضا القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب بفتح جسور للتواصل مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا لبحث الحلول الرامية لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميليشيات. كما أكد الحراك على أن بالإرادة تم افتتاح النفط وبإرادتهم سيتم إقفاله من جديد في حال استخدمت إراداته مجددا في قتل الليبيين وتجويعهم. ومن جانبهم ثمن أعيان ومشائخ برقة البيان الصادر عن حراك المدن والقبائل الليبية والقاضي بإعادة فتح وتصدير النفط من ميناء الزويتينة بإرادة الشعب الليبي. هذا ورحب المغرب أحد أعيان ومشائخ برقة بقرار الحراك في إعادة ضخ الموارد النفطية من داخل الميناء، مؤكدا تصدي قبائل برقة لأي خطر قد يواجه ثروات الليبيين، مثمنا دور القيادة العامة في حماية المنشآت النفطية. وعلى نفس السياق أقر رئيس المجلس الأعلى لقبيلة القبائل بأنه سيتم تسليم قطاع النفط للقوات المسلحة، منوها أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب والمتمثلة في حماية الموانئ النفطية فإنه سيتم إعادة إغلاق الحقول طوعا وبإرادة الشعب الليبي. سيتم افتتاح الحقول من جديد، لكن سيتم إغلاقها مجددا إن وقعت إرادة النفط في يد من يقتل الليبيين. ينضم إلينا حول هذا الموضوع المحلل السياسي فيصل بورايقة. بداية نرحب بك في نشرة الأخبار. أهلا وسهلا بك. نعم، كيف راقبت تفويض القبائل الليبية للقوات المسلحة في تأمين الموانئ النفطية؟ نعم، نجد أن الحراك الذي حصل بالأمس هو امتداد لحراك الذي تحرك قبل قرابة 5 أشهر والذي نجم عنه الإقفال، وبالتالي الحراك المجتمعي إذا جاز التعبير والتسمية هو نتيجة لمعرفته والتخوف من ذهاب هذه الإيرادات إلى المصرف ليبيا المركزي وإلى الميليشيات التي نراها اليوم تتكالب على طرابلس. هذا التفويض يأتي ضمن سياق عام ورؤية عامة، ثقة الناس في المؤسسة العسكرية، ثقة الناس في القيادة العامة، ثقتها في أن تتحرك في اتجاه الفترة القادمة من خلال المفاوضات وإعادة توزيع الثروة. هذا الاقتصاد الريعي والمهم، حيث يعلم الجميع بأن ليبيا إيراداتها تمثل 98% من النفط ومشتقاته. وبالتالي هذا الحراك يأتي ضمن ثقة كاملة بأن لن يساوم أحد على هذه الإيرادات الخطيرة جدا، وبالتأكيد سوف يكون هناك تنسيق وتناغم مع قيادة مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي يتناغم مع القائد العام
في تحديد الأهداف والاستحقاقات المرحلة. طيب، ما الضمن الآن لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميليشيات والتوزيع العادل؟ بالتأكيد هذا السؤال مهم جدا. طبعا هذا يأتي ضمن الفترة القادمة من خلال إعادة المسار السياسي إلى نصابه الصحيح والدخول في المفاوضات، وهذا الجانب الاقتصادي. إذا هناك حديث واضح من قبل الأمم المتحدة، ورأيناها من قبل السيدة ستيفاني، بأن الإيرادات النفطية ذهابها إلى مكان واحد وهو مركز الدولة وعصب الدولة يشكل خطر على الليبيين. الأصوات المتعالية في برقة بالكامل بأن هناك تخوف من هناك أن يحصل الظلم وتكرار للتجربة حوالي قرابة 50 عام، ولكن هذا الحضور وهذا الزخم حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في القيادة العامة للقوات المسلحة وفي المشير حفتر يضع نصب اهتمامه. أيضا استطاعوا تأثير وأقناع دول الجوار، رأيناها في مبادرة الرئيس السيسي، رأيناها في حديث في كثير من الدول بأن الإيرادات النفطية سوف تكون في محلها، وبالتالي رأينا الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المقال، رأيناه بالأمس في اسطنبول ومقابلته للرئيس التركي. نعم. إذن هذا الأمر حرك المياه الراكدة ووضع الأمور في نصابها في اختيار الجهة المفاوضة الصحيح في التوقيت الصحيح في المكان الصحيح. نعم، إذن المهتم بقضايا الأمن القومي فيصل براقة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. رحب عضو مجلس النواب عيسى العريبي وزيادة غيم بالجهود الدولية للوصول إلى اتفاق لفتح مشروع للنفط، والذي ساهمت فيه بعثة الأمم المتحدة والدول الشقيقة ومجلس النواب رئاسة ولجنة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وقال العريبي ودغيم في بيان مشترك إن النتائج إيجابية عبر مفاوضات دولية لفتح النفط مشروطا بتوزيع عوائده بعدالة بين الأقاليم وضمان عدم وصولها إلى الجماعات الإرهابية والميليشيات وفق الآلية المتفق عليها. وأضاف النائبان أن الضمان الوحيد لعدم إغلاق النفط مجددا هو تحقيق العدل الدائم والسلام المستدام، مشددين على رفضهما أي وسيلة أخرى. قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب إن عملية فتح النفط وتسليم أمورها إلى القيادة العامة ومجلس النواب هي خطوة سياسية مهمة تأتي في إطار نفي كل الشماعات التي تتخذها تركيا كذريعة للتدخل في ليبيا. وثمن مغيب في نشرة سابقة ببيان حراك القبائل الليبية الذي وصفوه بالخطوة الصحيحة التي تصب في مصلحة الليبيين، كونها تحد من استخدام الإيرادات لجلب الطائرات المسيرة والمرتزقة لقتل المدنيين. أعتقد أنها خطوة سياسية مهمة جدا، وهي تأتي في إطار نفي كل الشماعات التي تتخذها تركيا الآن ذريعة للتدخل في ليبيا والاستمرار القتال في ليبيا، كذلك لإبعاد كل ضغط دولي من المجتمع الدولي على القيادة العامة للجيش وعلى البرلمان الليبي. وبالتالي هذه الخطوة أعتقد أنها خطوة صحيحة وفي الاتجاه الصحيح. القبائل الليبية في بيانهم كان كلام واضح، وقالت إن هذا الفتح للحقول النفطية والموانئ النفطية جاء طواعية، كما بإمكانهم في يوم من الأيام اقفال هذه الخطوط المغذية لهذه الموانئ أو اقفال حقول النفط بالكامل لحالة عدم تلبية مطالبهم التي طالبوا بها عندما أغلقوا هذه الحقول، وهي مطالب شرعية ومطالب يعني عادلة جدا. الشعب الليبي يرفض أن تستخدم أموال النفط الليبي في تقتيل الليبيين وفي جلب المرتزقة السوريين وفي استجلاب الطائرات المسيرة التي تقصف المدنيين وسيارات الأغذية والأدوية والإسعاف وما إلى ذلك. وأوضح مغيب إلى أن هناك حراك دولي ضمن ألا تذهب أموال النفط الليبي إلى الجماعات المتطرفة والميليشيات، مشيرا إلى أن النفط سيوزع بالتساوي على المدن والمناطق الليبية، وأنه سيغلق من جديد في حالة وصول إيراداته إلى الجماعات الإرهابية أو إذا ما استخدم في قتل الليبيين. هنالك حراك دولي دول بعينها ضمنت أن لا تذهب هذه الأموال
الى الميليشيات او لا تستخدم هذه الاموال في جلب الاسلحه لتقتيل الليبيين، بل ستوزع بالتساوي على المدن والمناطق الليبيه. هذه الخطوه يعني تحذر، او في نفس الوقت بعد جلسه النبض تحذر من اعاده اقفال الحقول النفطيه في حاله وصول اي دولار من هذه الاموال التي هي من حق كل ابناء الشعب الليبي، والتي يجب ان تستثمر في التنميه المكانيه والبشريه لابناء الشعب الليبي. قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان إن الظروف الحالية التي يعيشها قطاع النفط في العالم هو بسبب جائحة كورونا المستجد، إلا أن شركة الخليج العربي لم توقف عملياتها في الحقول النفطية في سبيل إيجاد فرص في زيادة الإنتاج والمحافظة عليه، وذلك في عملية تكثيف الصيانة واستكمال الآبار القائمة حاليا. وأضاف بن شتوان بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لشركة الخليج العربي للنفط إن الشركة وضعت الخطط الكفيلة بتحقيق تلك المستهدفات، حيث خصصت عددا من الحفرات في حقلي السرير ومثله بغرض تنفيذ التوصيات الفنية باستخدام أحدث التقنيات في مجال صيانة وإكمال الآبار. استدعى السفير التركي لدى ليبيا سرحات أكسن في مكتبه المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساس المصراتي في سابقة أثارت الجدل والكثير من السخط بين المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا فيما قالت الشركة أن اللقاء تم بناء على دعوة رسمية. كما التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس المقال صديق الكبير بالرئيس التركي أردوغان، فيما تشير بعض المصادر إلى أن وزير داخلية الصخيرات أمر الصديق الكبير بتحويل أموال إلى تركيا نتيجة الاتفاق بين السراج وأردوغان على أن يمد هذا الأخير بمرتزقة سوريين لدعم ميليشيات السراج. من المعروف في البروتوكولات الدبلوماسية الدولية واللقاءات بين النظراء أن يلتقي الرئيس بالرئيس والوزير بنظيره من الدولة الأخرى. أما اللقاء الذي جمع أردوغان بصفته رئيس دولة غازية مع محافظ مصر في ليبيا المركزية المقال الكبير، فهذا تفسيره شيء واحد، أن الكبير يؤدي الولاء والطاعة لمصالح تركيا. حيث التقى محافظ مصر في ليبيا المركزية المعزول بطرابلس الصديق الكبير بالرئيس التركي رجب أردوغان، وتناول اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك بحسب الصفحة الرسمية على الفيسبوك للمصرف المركزي بطرابلس المحتلة. هذا فيما تشير بعض المصادر إلى أن وزير داخلية الصخيرات أمر الصديق الكبير بتحويل أموال إلى تركيا نتيجة الاتفاق بين السراج وأردوغان على أن يمد هذا الأخير بمرتزقة سوريين لدعم ميليشيات السراج، فيما تساءل بعض الخبراء الاقتصاديين ما هي المواضيع التي يمكن أن تجعل محافظ مصرف أن يلتقي برئيس دولة. ويظهر في هذا اللقاء صهر الواهم أردوغان بيرات البرغ المسؤول الأول عن الملف الاقتصادي والتجاري التركي مع ليبيا، والمدير السابق لشركة جاليكا التركية للمشاريع الكهربائية التي يتولى إدارتها حاليا شقيقه من بعده بعد تدرجه في المناصب من النفط والاقتصاد إلى المالية، وقد كان من ضمن الوفد الذي زار طرابلس منتصف هذا الشهر الجاري، إلا أن الكبير هو الآخر ذهب إلى أنقرة ودفع ثمن بقائه في منصبه الذي سجل به رقما قياسيا بين كل دول المنطقة، ألا وهو 11 سنة متواصلة بالمخالفات لكل قوانين هذا البلد بداية من الإعلان الدستوري وحتى اتفاق الصخيرات الذي يتماسك به. وعلى كل حال لا يعرف بالتحديد ما الذي يدور بين الكبير والرئاسة التركية كما جاء على لسان فؤاد أقطاي نائب أردوغان. لقناة ليبيا الحدث أبو بكر يحيى. أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة أن مجلس النواب على تواصل دائم مع المجتمع الدولي لإيضاح مدى تغول الأتراك في البلاد، مجددا رفضه التام للغزو التركي ولجلب المرتزقة والأسلحة التركية للبلاد. التقرير التالي والتفاصيل. هذه المناطق هي مناطق بترولية، آبار البترول والنفط موجودة، لذلك هي أهم. يواصل النظام التركي محاولاته عبر غزو البلاد لتحقيق أطماعه التي لا طالما أعلن عنها صراحة في أكثر من مناسبة، وزعزعة استقرار المنطقة عبر دعم ميليشيات السراج بالسلاح والمرتزقة والمتطرفين، والذي يرى في ليبيا فرصة لدعم اقتصاد بلاده المنهار.
أطماع أردوغان واجهها رفض شعبي وسياسي واسع، حيث أكد مجلس النواب اعتراضه ووصف أي تدخل عسكري تركي بأنه خيانة عظمى. هذا ما أكده النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة في تصريحات خاصة بقناتنا، حيث أوضح أن مجلس النواب على تواصل دائم مع المجتمع الدولي لإيضاح مدى تغول الأتراك في البلاد. نحن في مجلس النواب بكل تأكيد ضد الغزو التركي وكذلك استجلاب المرتزقة والأسلحة إلى الميليشيات، وهذا بالنسبة لنا أمر مرفوض تماماً. طبعا هناك تواصل دولي وهناك معرفة من العديد من الدول فيما يخص الدور التركي الداعم للميليشيات. نحن في مجلس النواب نرفض هذا الأمر بالمطلق ونؤيد القيادة العامة للقوات المسلحة. حوما رحب بالدور الدولي والعربي الداعم للعملية السياسية وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية والمبادرة التي أعلنت عنها القاهرة والتي تدعم الحوار السياسي لعودة الاستقرار، مؤكدا أنه يجب حل الميليشيات وإخراج مرتزقة أردوغان من ليبيا. هناك العديد من الدول ساهمت ولا زالت تساهم في مسألة توقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، منها جمهورية مصر العربية فيما يخص إعلان القاهرة، نحن أيدناه تماما، وأيضا الجهود الروسية الرامية أيضا وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار للثوابت والتي على رأسها إخراج المرتزقة السوريين ومن أتى بهم وهما الأتراك. أطماع أردوغان في ثروات ليبيا وأحلامه العثمانية أصبحت ظاهرة للعيان ولعديد من دول العالم، والتي أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار ورحبت بعودة الحوار السياسي عبر المبادرة التي أعلنت عنها جمهورية مصر لوضع حد للغزو التركي الطامع في ليبيا. لقناة ليبيا الحدث، بو بكر العقيلي. استنكر المجلس الأعلى لقبائل الجبرنة الغزو التركي لليبيا وما تقوم به تركيا من جلب المرتزقة والإرهابيين والأسلحة. جاء ذلك من خلال بيان لهم استنكروا فيه التدخل التركي في ليبيا ودعم ميليشيات صخيرات في الغرب الليبي، مشددين على الشعب الليبي أن يكونوا صفا واحدا مع القوات المسلحة في حربها ضد الغزو التركي على ليبيا. مجلس قبائل جبرنا يستشعر ظروف المرحلة يعلن الآتي: واحد، دعوة كل الليبيين الشرفاء أحفاد المجاهدين وسلالة الفاتحين لرص الصفوف وحشد الهمم والإمكانيات لمواجهة الاستعمار التركي العثماني وأدواته وأذنابه من قوى الإرهاب والتطرف والمرتزقة والعملاء والخونة، واعتبار تلك المواجهة أصبحت حتمية وواجب من أجل الدفاع عن الوطن وصد الغزو الذي استباح الأرض والعرض. اثنين، دعم المبادرة القاهرة والتأكيد عليها واعتبارها أساس لحل الحل السياسي والسبيل لتحقيق التوافق الوطني وإرسال استقرار واللوش المرحلة الجديدة وإعادته بإذن الله، كما تدعم رئيس مجلس البرلمان الليبي بقيادة عقيلة صالح والجيش الليبي بقيادة المشير الكرم حرب خليفة بن قاسم حفتر. ثلاثة، الترحيب بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتاريخ 20/6/2020 المتعلقة بشأن الليبي لما يجمع الشعبين من رابط دم وتاريخ والمصير المشترك وتتويج اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتحقيق المبدأ الأمن القومي العربي وامتداد التلاحم والتكامل بين الشعبين خلال المعارك القومية مع الاحتلال الصهيوني، وإن مصر قادرة على المؤازرة ونصر الشعب الليبي وردع التطاول العثماني. أربعة، دعوة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات التي تكفل توحيد المواقف اتجاه المواجهة وردع الصف التركي العثماني المتحالف مع قوة التطرف والإرهاب والمرتزقة والعملاء الساعيين جميعا إلى زعزعة الاستقرار في الدولة المغرب العربي ومن خلال القارة الأفريقية وجعلها بؤرة إرهاب وتطرف وتفويض واستقرار وارتهان قرارها السياسي وإعادة الحقبة الاستعمارية الباغضة
حفظ الله ليبيا ورعاها ونصرها ونصر جيشها صدر في الكويفية. نظم أهالي مدينة عزليت وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة توزيع عزليت التابعة للشركة العامة للكهرباء بسبب الانقطاع لفترات طويلة. وجاءت هذه الوقفة احتجاجا على الوضع الذي تعيشه البلدية من انقطاعات متكررة للكهرباء والتي تصل إلى فترات انقطاع لأكثر من 22 ساعة. وحمل المحتجون الشركة العامة للكهرباء المسؤولية الكاملة وراء المشكلة التي تعاني منها الشركة، مطالبين بإقالة إدارتها لتقصيرها في أداء واجبها بشكل كامل. بدأ نطالب كما قلت لك ان الشركه ان تنفذ محطات توليد في كل مدينه. بالعكس، لان الشبكه العامه هي شبكه عامه، تبقى المسؤوليه الكامله على شركه الكهرباء. الحقيقه شركه الكهرباء هي اللي مقصره تقصير كبير جدا في اداء عملها، والتخطيط الصحيح والجيد لان العدد السكان يزيد، نحتاج الى اكثر حديد الاحمال. للاسف غير موجود التخطيط السليم في هذه الشركه، تتحمل مسؤوليه الشركه، ونحن نطالب باقاله اداره الشركه اللي موجوده. احنا الحق وصلنا لمرحلة لا رجوع فيها، يجب اسقاطها. مجلس ادارة شركة الكهرباء يجب اسقاطها، لا مجال لاي تفاوض معاهم بانهم يقعدوا. والله فرصة، خلاص خذوه فرص، خذوه فلوس، خذوه كل شيء. شنو مزال قاعدين يتحشموا على وجوههم ويطلعوا بروحهم؟ احسن من حنكونوا في الإدارة غضوة ان شاء الله. عندنا وقفة احتجاجية غضوة الصبح قدام الإدارة العامة للكهرباء، ولن نقف ولن نهدأ حتى إقالة مجلس إدارة الشركة وإصلاح ما يمكن إصلاح. تنادى مجموعة من نشطاء المدينة والعاملين بالقطاعات العامة والمجلس البلدي زليتن إقامة وقفة احتجاجية نتيجة الظلم الواقع على بلدية زليتن بشكل عام من جراء قطع الأحمال المتزايد الذي يصل مداها ووصل حدها إلى 20 ساعة و 24 ساعة في اليوم الواحد. طبعا هذا الموضوع أثر سلبا بشكل عام على المدينة، أثر على المستشفيات، على المستوصفات، أثر حتى على الإشارات الضوئية داخل المدينة. نتمنى من أو نرجو ونطلب من العاملين بالشركة العامة، وكذلك نوجه خطابنا هذا إلى المجلس الرئاسي بكامل أعضائه ورئيسه، أن ينظروا نظرة جادة إلى مدينة زليتن، إلى بلدية زليتن. ظلم وقع عليها، عدم تساوي في طرح الأحمال بين المدن. نجد بعض المدن ممكن خمس ساعات، مدينة زليتن يوصل إلى 10 و 15 و 20 كيف ما ذكرت في الأول. الله الموفق، ربي يوفق. أعلن موقع ميدل إيست مونيتور وصول 200 من المرتزقة حاملي الجنسية اليمنية إلى طرابلس للقتال في صفوف المرتزقة السوريين والميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة صخيرات. 200 مرتزق يمني يسيلون العاصمة طرابلس استعدادا للالتحاق بصفوف المرتزقة السوريين والميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة السراج، إذ كشفت مصادر عسكرية واستخباراتية وصول دفعة من المرتزقة ذوي الجنسية اليمنية غرب البلاد للقتال نيابة عن حكومة الصخيرات المدعومة من تركيا. موقع ميدل إيست مونيتور نقل عن صحيفة يمنية محلية تقريرا يؤكد إرسال ميليشيات تابعة لحزب الإصلاح في مأرب مقاتلين إلى تركيا تحت ستار تلقي العلاج هناك، ليتم نقلهم فيما بعد إلى العاصمة طرابلس. التقرير ذكر أن حزب الإصلاح الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية في اليمن يحاول تشكيل تحالف عسكري مع تركيا بإرسال مقاتلين إلى ليبيا وسط تقارير متزايدة عن تدخل تركي محتمل في اليمن. قال عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي إن حكومة صخيرات لا شعبية لها بالداخل الليبي، وأنها تستمد حمايتها من الميليشيات المتحكمة في العاصمة طرابلس، لذلك من الصعب أن تفكك هذه الميليشيات. وأضاف الغزالي في تصريحات صحفية أن حديث بشاغة عن تفكيك الميليشيات ليس إلا محاولة منه للظهور أمام الرأي العام الخارجي كرجل دولة يعتمد عليه. وأوضح الغزالي أن حكومة صخيرات ستلجأ إلى تفكيك وحل بعض الميليشيات الضعيفة في محاولة منها للتهرب من المطلب الأمريكي بضرورة تسريحها.
مضيفا بأنها ستتحالف مجددا مع الميليشيات القوية المحصنة في مصراتة بعد أن تتم إعادة تسميتها بمسميات جديدة لمنحها شرعية وهمية لخداع المجتمع الدولي. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أمن مصر القومي يرتبط بأمن محيطها الإقليمي، موضحا أن بلاده تتخذ كل ما يلزم لحفظ أمنها دون الاعتداء على أو تدخل في شؤون أحد. وأضاف السيسي في خطاب بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو أن القومي المصري لا ينتهي عند حدود مصر السياسية، بل يمتد إلى كل نقطة يمكن أن تؤثر سلبا على حقوق مصر التاريخية. وشدد الرئيس المصري على استشراف مصر لحجم التحديات التي ربما تصل لتهديدات فعلية تتطلب التصدي لها بكل حزم على نحو يحفظ لمصر وشعبها الأمن والاستقرار. وأتي هذا الخطاب في أعقاب تصريحات السيسي عن كون أمن ليبيا القومي من أمن مصر القومي، وأن سرت والجفرة خط أحمر لا يسمح لأحد تجاوزه. أكد مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المرمي أن الرئاسة المصرية أثبتت حرصها على استقرار ليبيا وحل مختنقات الأزمة الراهنة، وذلك باعتبارها الأمن القومي المرتبطة بأمن مصر وفقا للحدود المشتركة. المرمي أوضح في حواره لصحيفة المصري اليوم أن الطلب تدخل مصر عسكريا سيكون رسميا في حال تدخلت تركيا باتجاه شرق ليبيا، لافتا أنها حينها ستوضع تركيا أمام خيارين، إما بالتراجع أو المواجهة الحاسمة معها، وذلك في حالة العناد والتعنت. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن تركيا بدت في الوقت الراهن أكبر متدخل في ليبيا، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لم تحترم أي التزام قطعته في مؤتمر برلين الذي عقد قبل أشهر بشأن ليبيا. دور كبير تلعبه عدد من الدول الأوروبية والعربية لوضع حد للغزو التركي على ليبيا، من بينها فرنسا والتي صعدت من موقفها تجاه تركيا وأجرت عدة لقاءات واتصالات وناقشت مع عدد من الدول مستجدات الأزمة الليبية والتدخل التركي لما تراه من خطورة هذا الأمر. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وجه ماكرون انتقادات حادة لتركيا بسبب تدخلها في الشأن الليبي، موضحا أن السياسة التركية في ليبيا مرفوضة تماما لدينا، وأضاف أن تركيا هي أكبر متدخل في شأن ليبيا، كما أكد أن أنقرة لم تحترم أي التزام قطعته في مؤتمر برلين بل زادت من حضورها العسكري في ليبيا، حيث يرى الرئيس الفرنسي أن دور تركيا في ليبيا يلقي بمسؤولية تاريخية وجنائية على حلف شمال الأطلس الناتو الذي يجب أن يضع حدا لهذا الغزو التركي. وسبق أن اتهم ماكرون تركيا بأنها تمارس لعبة خطيرة في ليبيا، وذلك أثناء لقاء سابق مع نظيره التونسي قيس سعيد في باريس. تهتم فرنسا بوضع حد لأطماع أردوغان نتيجة ما تشكله ليبيا من أهمية استراتيجية، والتي تعتبر ليبيا فيها بوابة نحو أوروبا للهجرة غير الشرعية، مما يشكل أهمية لدى الأوروبيين. كما أن تحركات تركيا في شرق البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية للتنقيب عن النفط أصبح أمرا مستفزا لعدد من الدول منها اليونان، والتي أكدت أنها مستعدة لأي سيناريو لردع التحركات التركية في المتوسط إذا ما استدعى الأمر ذلك. لقناة ليبيا الحدث، بو بكر العقيلي. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية اليوناني نيكوس دينديس، وذلك لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أبرزها الوضع في ليبيا. وبين وزير الخارجية اليوناني من جهة أخرى أنه تم التطرق إلى الوضع في ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده تثمن موقف تونس الداعي إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية وفق الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم وبعيدا عن التدخلات الخارجية، مضيفا أن اليونان مع مغادرة كل القوى الموجودة على الأراضي الليبية. قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حظر الأسلحة على ليبيا تحول إلى مهزلة بسبب الانتهاكات. بوريل وفي تصريحات نقلها موقع قناة العربية نت أشار إلى أن العلاقات مع تركيا تسير من سيء إلى أسوأ،
ويجب طرح القضايا كافة على الطاولة. وأضاف بوريل أن مصالحنا كاتحاد أوروبي متداخلة مع تركيا والدول الأعضاء منقسمة حول حل الأزمة، لافتا إلى أن أنقرة ترفض أن تكون حصن أوروبا ضد تدفق الهجرة، وأن مشاكل الدول المجاورة قضية أوروبا ولا أحد يساعد على حلها. استطلعت عدسة ليبيا الحدث رأى بعض المواطنين داخل مدينة بنغازي حول الأطماع التركية في ليبيا وما تطمح به من خلال دعمها للميليشيات الإرهابية التي تقودها مجموعة من الإرهابيين. كيف تشوف الأطماع التركية في ثروات ليبيا؟ قلت لك تحلم ربي، ليبيا حمراء نار، ما ترك ما كلام فاضي، مستحيل ليبيين ينحرقوا ويموتوا ونيم كذا، لكن هم والله ما يخشينها الله. يعني بالنسبة للخط الحمر اللي سرت الحقول النفطية، هذين من سبع المستحيلات بالنسبة لنا نحن كليبيين. طبعا ربي إن شاء الله سبحانه وتعالى ينصر جيشنا وحينتصر إن شاء الله بإذن الله. وطبعا تعرف أن بنغازي عانت من ولايات اللي هي الحروب وعانت مني، وإن كيف حتى شوف أنت جيش من بنغازي درنا للجنوبي، وبإذن الله بإذن الواحد أحد أن حينتصروا إن شاء الله في طرابلس، وبإذن الله حتصبح ليبيا دولة موحدة ودولة ذات سيادة وطنية، وهذا ما يريده الليبيون يعني. وإن نشكر نحن برضو حتى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مبادرة القاهرة، وإن الدول العالم اللي رحبوا بها مبادرة القاهرة هذه كلهم ورحبوا بها، وهذا حتى هو حلم الليبيين. وإن إن شاء الله عندنا أمل كبير أن ليبيا حتعود دولة ذات سيادة موحدة. والله هو غازو قاعد واضح، غازو تركي قاعد واضح، ما فيهاش يعني ما فيهاش الأطماع ولا فيها شيء، غازو تركي قاعد واضح يعني طامعين في النفط الليبي، هذا هو الغزو التركي. بالنسبة للغزو التركي، بالنسبة لتركيا يعني موقفها مع الدول العربية من زمان من أيام الاستعمار العثماني ما كانوش جيدين، يعني هم منعوا المدارس في ليبيا، ما تمش في تعليم، ما طوروش المجتمع الليبي. فالحقيقة يعني ما أنا شخصيا لا أؤيد البرنامج تدخل تركيا في ليبيا يعني بالنهائي، لأنه مش في مصلحتنا. نحن دولة نمتلك من الثروات وشعب طيب وشعب خلاق يعني يقدر يعتمد عليه في أنه هو يطور من حياته، ولكن للأسف برضو أنا بنقول أن فيه بعض الناس الليبيين للأسف الشديد ممن خانوا الوطن، يعني ما حطوش الوطن أمامهم ولأطماع شخصية لمصلحة شخصية، للأسف الشديد ما كنوش وطنيين إحنا الكلمة اللي نتداول فيها تو. فللأسف يعني إن العيب فينا نحن، العيب فينا نحن، نحن نقدر نصلحه من وضعنا، نحن نقدر نطوره من وضعنا، نحن نقدر نسامحه وخوت أصحاب. إحنا زي ما يقول العرب حارتين وجوز، يعني لما تبهت خيخي وبنيخي سواء كان في الغرب ولا في الشرق، ولكن للأسف نحن شاركنا بقدر كبير في الوضع المدهور اللي عندنا. لو ساعدنا ان تركيا تطمح فينا ودويله زي